فتت المكدوس او فتت البتنجان. طيب ايه المكونات اللي عندي؟ عندي هنا شويه من البتنجان متقطع مكعبات ومقلي، عندي شويه من العيش المحمر، عندي طماطم، بقدونس، صلصه، دبس رمان، عندي صنوبر ولوز محمرين، وعندي هنا اللحمه المفرومه اللي هنعصجها، وعندي بالنسبه للصوص زبادي، طحينه، وشويه من الثوم، وطبعا الملح والفلفل. طيب على طول كده هاخد اللحمه بتاعتي، عندي الطاسه هنا بتسخن، اكسر كده اللحمه قد ما اقدر. هنزل شويه من الزيت، صلصه حطها اهو في بوله كده، هنزل عليها شويه ميه، هقلب الصلصه بتاعتي، ادوبها في الميه بدبس الرمان، وهيبقى ده زي ما قلت لكم الطبقه الاولانيه عندي تحت اللي هيتبني عليها الفت. نقلب كده كويس قوي، طحينه، واخيرا الثوم المفروم، وعلى الكلام ده رشه من الملح، رشه من فلفل اسود. بص نقلب الكلام ده كويس قوي في بعض. في ناس ما بتعملش الخطوه بتاعت الطحينه في الزبادي دي، لكن بتفرق قوي قوي في الطعم، فلو نقدر اعتقد نعملها يبقى احسن. اهو نقلب كويس قوي، عظيم جدا. ادي الصوص بتاعنا جاهز، هنزل عليها بالبتنجان، نضغط كده نكبس كل حاجة تحت كويس، هنزل بالعيش، عيش محمر، وبرضو بضغط كده اللحمة بتاعتي خلاص على طول. ادي اللحمة هفلت كده، هفرد الصوص عايزه يغطي الطبق كله، وهنزل بالمكسرات المحمرة بتاعتي، ادي الصنوبر، اهو وفتت المكدوس بقى تحب المكسرات المحمره قوي، ادي